الواحد كده حاسس ان اعصابه هاديه. بس مشينا البطيء ده هيضيع علينا حتى اخر اتوبيس. تيجي نجري؟ نجري؟ اه نجري، احنا مش جرينا مره واحنا مخطوبين. ياه انت لسه فاكر؟ لا يا عم ده كان جنان. نتسابق. نتسابق؟ اه. واللي يخسر بكره يعمل شغل البيت، يطبخ ويكنس ويمسح لوحده. بتتكلم جد؟ طبعا جد. طب يلا. يلا. ولا بلاش؟ ايه بقى؟ رجعت في كلامك تاني؟ لا لحسن عسكري الدورية يطلع لنا. طبعا، لا انت قد مسح ولا غسيل. يعني خلاص ضمن ان انت اللي هتكسبيه. ده انا لازم اكسب. خلاص. هي مسافة قصيرة من هنا لاخر الممر. طبعا. لحسن كعب الجزمة يتكسر. مالكش دعوة انت، يلا. كده اهو؟ يلا. يلا. واحد. اتنين. ثلاثة. فاكرة انك هتسبقيني؟ بقى ده كلام. احكي لي كمان مرة اللي حصل بالظبط. ملحقتش اشوف غير حرف الدي ورقم الستة، وبعد كده ما شفتش حاجة. معرفش ان كانوا تلاتة ولا اربعة. ماركتها سبور. ايه بالظبط؟ فيجا. طب ما خدتش بالك من لونها؟ ما لمحتش اي حد. الدنيا كانت ضلمه. بلغ الاشاره دي لكل الجهات. لفينا نطاق الاسم كله ما شفناش ولا واحد. كمان لف ركزوا فيها عند رشاط المره دي. عارف ان التصرف ملوش معنى لكن يمكن. هي صاحبها مقاول ومجرشة من الساعة 9 من غير حرف الدي. أنا متأكد إن فيها حرف الدي غير الستة. أفتكر دلوقتي أنت شايف إن كل ده ملوش فايدة. أنا حبيت قبل ما أريحك أرض ضميري. وما قدامناش غير إننا نمشي مظبوط. أقول إيه للناس؟ أبوها وأمها. أقول لهم إيه؟ يموتوا. طب أنا كل اللي عاوزه منك تهدى كده ونتفاهم. هتروح فين؟ مش عارف. أنتوا مساكنين فين؟ في مصر الجديدة. أستاذ أحمد. فين في مصر الجديدة؟ مدير الأمن لازم يعرف، وزير الداخلية، كل الناس لازم. طبعا ده موضوع ما يسكتش عليه. اطمن. أنا مش عايز أقولك إني هتجنن، فاهم؟ هتجنن. أنا مش هروح البيت، أنا راجع الاسم ومش منقول منه إلا لما تلاقوها لي. كل حاجة.
حالته وحشة قوي. مقدرين طبعا، مقدرين كلنا. لا أنا بس حبيت أبلغ سيادتك. هنحاول. مع السلامة. القاهرة فيها 8 مليون و20 30 ألف عربية، وكذا ألف شارع وبيت، وكذا ألف زقاق وحارة. عايز تقول ايه؟ صدقني أنا مش هنام ولا هتغمض لي عين. أنا ساير أكتر منك. فاضية طبعا. ديكور. اتفقنا ان تدخين مدير للسحب. اي حته بعيد عن الشارع الفقر ده. انا زهقت يا عواطف. يعني ايه تسكت وتقولي سكتنا واحده؟ عمري سكتنا ما كانت واحده. Thank you.
سيادة المأمور طلب منا اتصل بيك عشان اطمن عليك. النقيب محمود في طريقه ليك دلوقتي. ما بتردش ليه؟ النقيب محمود في طريقه ليك دلوقتي. ما بتردش ليه؟ ما بتردش ليه؟ ما بتردش ليه؟ نجم ما ردتش على الاسم ليه يا استاذ؟ التحقيق لازم يكمل. استاذ احمد كده مش هينفع. ده موضوع خطير. طب اوعدني لما تهدى تجيبها وتيجي تقول كلمتين نقفل بيهم المحضر. ندى ندى